أجر الله فرجه الشريف. حيث ولد في رواية الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية المباركة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. قال الغيب هو القائم المنتظر. هذا كلام الإمام الصادق. والشاهد على ذلك أنا راح يستشهد راح أشرح استشهاد عن هذا بالآية بآية أخرى على أن المراد بالغيب هو الإمام المهدي. يقول والشاهد على ذلك قوله تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يقول الشاهد على أن المراد بالغيب هو الإمام الحجة يقول قوله تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. شلون نريد نفهم كلام الإمام ليريد يبين إلينا الإمام سلام الله تعالى عليه. يقول الغيب على قسمين، عندنا غيب منتظر وعندنا غيب غير منتظر. نبدأ بالقسم الثاني. يعني شنو غيب غير منتظر؟ الغيب الغير منتظر هو الذي لا يتحول من حالة إلى حالة ولا يتغير من حالة إلى حالة. مثل منه غيب لا ينتظر الله سبحانه وتعالى، غيب الغيوب يبقى غيب ولن يتحول إلى شهادة. غيب الغيوب هو الله سبحانه وتعالى، أو الغيب المطلق أو مطلق الغيب الله سبحانه وتعالى. إذن الغيب الذي لا ينتظر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. ما ننتظر يتحول إلى شهود حتى إن جئنا إلى يوم القيامة وبدأ الحساب الله لا يظهر لنا، لا نرى الله، نحن نرى آثار الله سبحانه وتعالى ولكن نشاهد الله لا. ليش؟ لأنه غيب مطلق وغيب لا ينتظر. إذا القسم الأول هو الغيب الذي لا ينتظر هو الله سبحانه وتعالى. أريد أن أشرح كلام الإمام أن ليش راح يستشهد الآية الثانية على أن المراد بالغيب هو الإمام الحجي. الغيب الغير منتظر بيناه. الغيب المنتظر ما هو؟ الغيب المنتظر هو الذي يتحول من حالة غيب إلى حالة شهادة، يتحول من حالة غيب إلى حالة شهادة. من قبيل منه؟ من قبيل الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف. هو إلى الآن في حالة غيب ولكن سيأتي يوم من الأيام يأذن له الباري بالخروج فيتحول من غيب إلى شهادة. وراح نشوفه ولا ما راح نشوفه إذا يطلع؟ ها؟ إذا أذن له الباري بالخروج يصير شهادة مع أنصاره مع جنوده مع اللي وياه. إذن الغيب المنتظر هو المهدي. ليش؟ لأنه إلى الآن في حالة غيب وينتظر الإذن الإلهي، فإن أذن له الباري بالخروج يتحول من حالة غيب إلى حالة شهادة، إلى حالة واقع، إلى حس. الإمام يقول الآية القرآنية قالت إنما الغيب لله فانتظروا، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى الغيب المنتظر. ومن هو الغيب المنتظر؟ والإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الغيب المنتظر هو الإمام الحجة. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذن تفسير الإمام الصادق للغيب من خلال القرآن أن المراد به هو الإمام المهدي. وهنا نريد أن نلفت هذه الملاحظة واقعا
أنه عندما يعبر الإمام الصادق بأن المراد بالغيب هو الإمام الحجة، مو حصر الغيب في الإمام الحجة، لا، هذا تفسير مصداقي من مصاديق الغيب من الحجة. وإلا الملائكة غيب ولا الجن غيب ولا الخضر عليه السلام غيب ولا كل أمور غيبية صحيح ولا؟ وإنما لما عبر الإمام الصادق بأن الحجة غيبون من باب التفسير الموضوعي المصداقي عذره يفسر يعني من أمثلة الغيب مولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الآن اتضح اتضح المراد بالغيب في الآية المباركة من هو؟ الإمام الحجة. هذه كمقدمة للحديث السؤال المقدم، ما هي فلسفة غيبة الإمام الحجة؟ شنو فلسفة غيبة؟ ما هي فلسفة وجود الإمام المهدي حياً غائباً ولا يمكن استفادة الناس منه استفادة ظاهرة؟ هذا السؤال يطرح يقول ما الفائدة من الإمام الحجة وهو غائب؟ من أئمة كانت الناس تستفيد منهم من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري موجودين، الناس تسألهم، الناس تتوجه إليهم لحل مشاكلهم لمعرفة الحلال بالحلال صحيح ولا؟ خو السؤال هني يسأل ما الفائدة من الإمام الحجة إذا ما يظهر ويتواجه مع الناس ويحل مشاكلهم؟ السؤال بصيغة أخرى، ما هي فلسفة غيبة الإمام الحجة؟ عجل الله تعالى فرجه الشريف. شنو الفلسفه؟ انا راح اذكر اليكم جمله من الفوائد واقع يعني الفوائد جدا كثيره لم نستطع ان نكمل غدا ان شاء الله. اذكر بقدر المستطاع فائدتين هذه الليله وهي اهم الفوائد واقع. قبل ما ابين اقدم للاجوبه اقول حتى وإن كان الإمام الحج غائب عن الأنظار إلا أننا نستفيد منه استفادة كبيرة، وهو الذي يقول إن الانتفاع بي في غيبتي كالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحارة. ننتفع سواء كان موجود ويانا عيانا يعني هو موجود يرانا ولكن نحن لا نرى ما نقدر نشخص وبنقطعت الغيبة بموت السفير الرابع بعد ما عدنا غير أربعة دير بالك ما عدنا الأربعة بموت السفير الرابع بدأت الغيبة الكبرى صحيح ولا عاد خلاص زين زين عندما نقول بأننا نستفيد منه في غيبه وفي وجوده الآن نبين الفلسفة غيبة الإمام الحجة. فائدة الأولى وهي أهم من الفوائد إذا استطعت أن أقبلها وقعها هذه الليلة أهم فائدة للإمام الحجة كونه واسطة في الفيض الإلهي بين الله في عرشه وبين خلقه. أهم فائدة من فوائد الإمام الحجة من غيبة أنه واسطة في الفيض الإلهي. عرف يعني شنو واسطة في الفيض الإلهي؟ هذا مقام من مقامات الإمامة. أتناول جزء يسير وفي ليلة إن شاء الله من ليالي العشرة لنا كلام معكم حول مناصب وسمات منصب الإمامة. راح نتحدث إن شاء الله وياكم هناك إن شاء الله. بس نشير إشارة خفيفة. من أهم مناصب الإمام أن يكون الإمام المعصوم واسطة في الفيض الإلهي بين الله في عرشه وبين خلقه، بل أن وجود الإمام في الكون وجوده ضروري لحفظ النظام الكوني، ضروري وجوده، هذا المراد بالواسطة في الفيض. فأوضح لك أكثر وأكثر. عندما نعبر بأن الإمام واسطة في الفيض الإلهي يعني أن جميع الفيوضات الإلهية والنعم الإلهية
إنما تنزل عن طريق الإيمان الحجة الذي هو الإيمان صحيح. أقول لك أنا وجود ضروري وحب لفضلك. خل أجيب لك مثال. خل أجيب لك شاهد على أن وجود ضروري في فيوضات الإلهية. هشام بن الحكم يعرفون من أصحاب الإمام الصادق. شوف شوف يقول إن منزلة بشكل عام يتكلموا عن كل معصوم. إن منزلة حجة الله في الكون كمنزلة القلب بالنسبة إلى إن منزلة حجة الله في الكون في النظام الكوني كمنزلة القلب بالنسبة إلى الإنسان. فكما أن الإنسان يحتاج إلى القلب لاستمرار حياته فإن الكون أيضا بحاجة إلى إمام معصوم في استمرار وكما أن بدن الإنسان يصله الدم من خلال الأوردة والشرايين عن طريق القلب لأن المضخة هي التي تضخ الدم إلى بقية وبه يتوقف الإنسان كذلك الإمام أو الحجة في النظام الكوني ولو توقف قلب الإنسان هذا كده كلام إشارة من الحجر فلو توقف قلب الإنسان شي يصير في البدن يموت خوف يروح إذا توقف القلب يموت خوف ولو فرضنا عدم وجود حجة في الكون مو إحنا اللي نقول مو العلماء اللي يقولون لا وإنما الإمام نفسه يقول لساخت الأرض بأهل أهلنا هاي منزلة الحجة هذا المراد بالواسطة ببيان آخر عندما نعبر أن الإمام الحجة واسطة في الفيض الإلهي هذه هي الفائدة الأولى التي ذكرناها أي أن جميع النعم الإلهية إنما تنزل تكون عن طريقه يعني المطر الغيث الأرزاق أي الأمور كلها إنما عن طريق من؟ عن طريق الإمام الحجة ولولا لما كان هنالك غيث غيث ولا مطر ولا حياة ولا سماء ولا أرض إذا هذا المراد بالواسطة في الفيض الآن جنابا ممكن تطالبني بالدليل تقول مولانا ما الدليل على كون الإمام واسطة في الفيض الإلهي ما الدليل على ذلك أو ممكن تطالب بالدليل تقول ما هي الأدلة التي تثبت على كون الإمام المعصوم أو الإمام الحجة كل المعصوم المعصوم لكن الحديث عن إمام حجة واسطة في الفيض الإلهي عندنا أدلة كثيرة أدلة تشمل كل الأئمة وأدلة خاصة في خصوص مولانا الإمام الحجة عجب الله تعالى فرجه الشريف أما بالنسبة إلى الأدلة العامة الآن نحن نقرأ في الزيارة الجامعة ماذا نقول بكم فتح فتح وبكم يخطو بكم منو بكم أنا وإنت بكم مو المعصوم زيارة الجامعة بكم يعني الأئمة بكم المروي عن إمامنا الإمام الهادي عليه السلام يقول بكم فتح الله وبكم يختم غير واحد حديث إن شاء الله نتناول في ليالي إن شاء الله مقبلة الفاتحية والخاتمية بكم فتح ماذا وختم ماذا يقول بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث يعني عن طريق من ينزل الغيث طريق الماسك وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن هذا مو أنه واسطة في الفيض الإلهي الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه يقول نحن أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل إذا نحن أمان لأهل الأرض يعني شنو يعني من دونهم يوجد أمان
الآن نحن في أمان وفي خير، مو ببركة الوجود المقدس للمولى الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، مو ببركة المعصوم. وكثير هي واقعا الأدلة التي تساق واقعا لإثبات كون المعصوم وكون الإمام الحجة واسطة في الفيض الإلهي. هذا الأدلة اللي ذكرتها لك تشمل كل الأئمة. تعال إلى أدلة خاصة في خصوص الإمام الحجة، في خصوص الإمام المهدي أنه واسطة في الفيض الإلهي. أقرأ لك بعض الأدلة. مثلا إحنا نقرأ في دعاء الندبة، دعاء الندبة شو نقرأ إحنا؟ واجعل صلاتنا به، ونقرأ يوم الجمعة واجعل صلاتنا به مقبولة ودعاءنا به مستجاب وذنوبنا به. إذن استجابة الدعاء عن طريق غفران الذنوب عن طريق بعد قبول الصلاة عن طريق قضاء الحوائج عن طريق هذا مو واسطة في الفيض الإلهي. تريد بعد دليل اوضح من هذا الدليل؟ لان انت مو تقرا في دعاء العديله. ايش تقرا في دعاء العديله؟ تقرا في دعاء العديله الذي ببقائه بقيه الدنيا، الذي ببقائه بقيه الدنيا وبيمنه رزق الوراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. عجيب، كله بالحجة. هذا المراد الواسطة الواسطة الإلهي، أنه واسطة بين الله في عرشه وبين خليله. أين السبب المتصل بين الأرض؟ من السبب المتصل؟ الآن من السبب المتصل؟ والإمام الحجة. نقول ما يفارق القرآن، النظرية اللي نتبعها أنه لابد وأن يكون هنالك إمام مقترن بماذا؟ بالقرآن. إني تارك فيكم ثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. لابد وأن يكون مع القرآن إمام. والآن الذي هو مع القرآن من هو؟ إذن الفائدة الأولى من غيبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف هو كونه واسطة في الفيض الإلهي. وقد بينا المراد بالواسطة، وقد بينا الأدلة التي تثبت كون الإمام وواسطة في الفيض الإلهي. هذه فائدة. وإلى هنالك واقع الإشكال، لا أريد أن أطرح ولن يطول لي المقام في خصوص أن يكون الإمام واسطة في الفيض الإلهي. أنتقل إلى فائدة أخرى حتى نستورد الحديث أكثر وأكثر وتكون الاستفادة أكثر، أن تكون أكثر من فائدة واقعة. فائدة ثانية وهي واقعا نلمسها، وهي تسديد الإمام لنا حتى وهو غائب. فإن الذي يحافظ على هذه الشريعة وعلى هذا المذهب من هو؟ والإمام الحجة. تزديد. أنت لبالك هاي مواكبنا العزائية وهاي مآدمنا العزائية، لولا تزديد الإمام وين تكون؟ كلها في خبر كارك. ولا تروح. أنت قاري رسالة رسالتين أرسلهم الإمام الحجة إلى المفيد إلى الشيخ المفيد، روح اقرأهم كتاب الاحتجاج وشوفهم. من ضمن الرسالتين إنا غير مهملين لمراعاتكم وغير ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم الأوان. مو ملتفتين لبالكم؟ احنا ملتفتين شي يصير عليكم. ولولا ذلك لنزل بكم الاواء، يعني شنو؟ الشدائد، واصطلمكم الاعداء. لكن احنا وياكم
معكم تحت رعاية الإمام الحج الأحلى الحافظ هو الله، وكذلك عن طريق الإمام الحج كثيرة هي الشواهد. ولذلك لابد علينا دائما وأبدا أن ندعو للإمام بالفرج، اللهم عجل لي ولي الأمر الحجة ابن الحسن. ندعو للإمام، الإمام يدعو لنا، نحن لا ندعو للإمام، نحن لا نذكر الإمام، لا نتذكر الإمام، لابد لنا أن نتذكر الإمام الحجة والذي يحافظ علينا. والله إن هذا النفس الذي نتنفسه واقعا ببركة الإمام الحجة، هذا الوجود المقدس الموجود في هذه الأرض في هذا الكون بركة الحجة. أنا أذكر لك شواهد كثيرة على تسديد الإمام، كثير الإمام واقعا حافظ على الشريعة ودافع عن المذهب وحافظ على هذه المواكب وعلى هذه المآتب الحسينية. مثلا قضيته مع الشيخ المفيد مشهورة، الشيخ المفيد أحد القرويين يجي إلى الشيخ، تعرفوا الشيخ المفيد من علماء الطائفة، كبار علماء الطائفة اللي جابوا إليه سيد الرضي وسيد المرتضى، يكون أستاذ مدرس شعر. الشيخ المفيد يجي إلى أحد القرويين تفت دير بالك شوف شلون تسديد الإمام والمياب. اجى واحد من القرويين وقال له للشيخ المفيد اكي امرأة حامل توفت وش نسوي وياها؟ الامام ظن قدرا، المفيد ظن على ان المرأة مات بعد خلاص اعتبار ان جديد مات. قال ادخلوا الام مع الولد ما يحتاج استخرجوا الولد الجنين من بطني وبطني. فعلا هذا القروي راح وحملوا النساء تلك المرأة الحاملة يريدون يدفنوها، وإذا بشخص إجا مسرع إلى هؤلاء وقال لهم إن الشيخ، يقصد الشيخ المفيد، إن الشيخ يخبركم بأن تشقوا بطن المرأة وتستخرجوا الجنين فيخاط الموضع تدفن المرأة إن كان حيا ويطلع هذا الجنين. وفعلا قاموا بما قاله هذا الرجل. بعد مدة هذا القروي التقى بالشيخ المفيد وأخبر بالقضية، قال له تعال اللي أرسلت إلينا مولانا في آخر اللحظات احنا استخرجنا الجنين. هنا علم الشيخ المفيد أنه أخطأ في الختيار، وأحس بينه وبين نفسه أنه أخطأ في الختيار غير معصوم الإنسان ويقع. قال بعد أنا ما أفتي الناس، اعتزل الناس واعتزل منبر الفتيا ما قام يفتي في الناس، اعتزل بيته. وإذا إجا الأمر من منو؟ من الحجة. إجا الأمر أفدي يا مفيد وإن أخطأت فعلينا التسديد. وإلى بالك مريك لا يعلم الإمام الحجة بما يجري. والله يعلم. أنا قلت لكم أن كل الأعمال تعرض على الأئمة، ما ذكرنا احنا كل ما يجري تعرض على عمود من نار منصوب إلى الإمام يرى فيه كل شيء. إنا غير مهملين لكم لمراعاتكم. بعد قضية أخذها في ظهر في شكل سريع أنه يحافظ على هذه المواكب وعلى استمرار هذه المواكب والمجالس الحسينية معروفة قضيته ويا سيد بحر العلوم معروفة قضيته ويا سيد بحر معروف السيد بحر العلوم من الذين تشرفوا بلقاء الإمام الحجة. مشهور عن السيد بحر العلوم أنه تشرف بلقاء الحجة. يقولون في سنة من السنوات وهذا مرجع كبير عالم جليل ويا جماعته وطلابه كان باليوم العاشر في كربلاء ينظر الى العزاء الناس المواكب كلها تدخل تلطم على صدرها. من ضمن المواكب احنا نعرفها نسمع فيه دائما عزاء طواريج صحيح ولا هذا يدخل حاسرين الراس حافين حفاة الاقدام يلطمون على صدرهم وعلى رؤوسهم ينادون ما حسين
هذا سيد بحر العلوم واقف يشوف المعزين ويطلب ويا الناس هاي العادة. يقولون اللي كان وياه ما شفنا الا السيد انخرط مع عزاء طويرين جلد على صدره وعلى راسه رمى العمامة من على راسه وصار احصى في القدمين ويا الناس عالم كبير دخلوا جماعته يحافظون عليه ربما تصير ضربة منا كذا الى ان انتهى عزاء طويرين اجوا اليه على هيئة عدب سيدنا شلون انت دخلت ويا الناس هكذا نخفنا عليك سيدنا في شوي لوم من قبل تلامذته واذا بالسيد يقول لا تلوموني فاني عندما كنت انظر الى المعزين يلطمون على صدورهم واذا بي ارى الامام الحج معا يلطم على راسه وعلى صدره يقول ما تمالكت نفسي ان اقف متفرج ولا ادخل مع المعزين ودخل مع المعزين يلطم على صدره وينادي ورا حسين هذا الحسين وهذا الامام الحجي يحافظ على هاي دير بالك دير بالك والله الامام ويانا وين ما تروح وياك الامام الحمد لله الذي ثبتنا على ولاية علي واولاد علي ايش ما نريد من هالدنيا ما نريد من هالشي بس الله يخلينا ويثبتنا ويا علي واولاد علي انظر وياهم ويا علي وين ما يروح علي ياخذنا وياه اولاد وين ما يروحون نروح وياه اللهم احشرنا مع علي واولاد علي ولذلك انت تشوف هاي المحبة الكبيرة واقعا الى الامام الحسين في قلوب الشيعة ببركة حفظ هذه المواكب من الامام الحج هي مستمرة ببركة هذا العطاء الذي قدمه الامام الحسين ودمه الطاهر واطفاله ونساءه في ارض كربلاء وفعلا بدأ يقدم اصحابه واهله ونساءه واول شهيد له هو مسلم ابن عقيل ابن عمه ابن عمه أرسله إلى أهل الكوفة بعد أن جاءت الكتب تترى أرسل إلهم مسلم ابن عقيل فعلا إجا مسلم ابن عقيل إلى أهل الكوفة وسكن عند المختار وتجمعت الناس أخذ يقرأ كتاب الحسين ما إن قرأ كتاب الحسين وإذا بالخلص من أصحاب الحسين من الشيعة عابس وحبيب ومسلم كلهم قاموا بايعوا مسلم والناس اللي كانوا قاعدين هناك أيضا بمجرد أن قرأ عليهم كتاب الحسين وإذا المكان ضج بالبكاء كلهم قاموا بايعوا مسلم حتى أحصى ديوان مسلم على أقل الروايات 18,000 أقل الروايات أكثر الروايات تقول كم أكثر الروايات تقول 40,000 اللي بايعوا مسلم ابن عقيل إيش صار بالقضية وين ذول 40,000 خلينا ويا 18 على أقل الروايات وين راحوا 18,000 يقولون فقط اللي يقعدون ويقومون ويا مسلم 4,000 يقومون ويقعدون 4,000 ويا مسلم إيش صار في القضية يقولون هو يوم واحد مرض فيه مسلم ابن عقيل بعد هذا اليوم انقلبت الكوفة رأسا على عقيل من 4,000 لم يبقى معه إلا 300 شخص 300 فقط مع مسلم ابن عقيل إلى أن جاء وقت الغروب أراد الصلاة بأبي وأمي دخل المسجد تقلص العدد بعشرة صار ويا بس 10 يصلون ما إن انجفل من صلاته التفت إلى خلفي وإذا به يرى 3 خلف يصلون ما أحد غريب مسلم وكيف هاي الغربة وأهل ذاك المصر أعداء عليهم غريب وهم البلد اللي فيه غريب أعداء عليه وضده طلع من المسجد أخذ يلتفت يمين شمال حتى الثلاثة ذلك فرقوا من عنده الوحيد بأبي وأمي وين
يروح؟ وين يتوجه؟ يقولون أطلق عنان فرسه وضيق لثامه حتى كمنا في خريبه. ها جاء عطش، ها ناله شيئا من الجوع ومن العطش، خرج في الليل متخفيا لا يعلم أين يذهب أين يتوجه، وإذا به يرى امرأة واقفة على باب دارها تنتظر ولدها، تنتظر ولدها. اجى بأبي وأمي بدلالة إيمانية ووقف عند الباب، ما إن رأته المرأة أغلقت الباب في وجهه. وقف بأبي وأمي، وين يروح وين يتوجه؟ لا يعرف المكان بيعرف الطريق. خرجت في المرة الثانية إذ بها ترى الرجل واقف، سألته قالت له يا هذا ما لي وقوفك على باب داري؟ أنت ليش واقف على باب داري؟ الآن هذا المسلم شو يقول إلى هاي المرأة؟ يقول لا أمت الله أنا عطشان اسقني قليلا من الماء، أريد شوية ماء. دخلت وجابت لي قدح من الماء، اشرب الماء، وضع القدح جانبا. لكن وين يروح؟ رواية تقول وضع رأسه بين ركبتيه يبكي. خرجت في المرة الثالثة، شافت الرجل بعد جالس ما تحرك من مكانه، لكن تغيرت حالته. شنو حالته؟ إذ بي وضع وجهه وأسنده إلى الجدار وأخذ يبكي ودموعه تجري على الجدار. قالت له يا عبد الله شربت الماء، اذهب الى اهلك عافاك الله، اني لا احل لك البقاء على باب داري. طوعتي قلش حاجتك من وقفتك؟ قالها وهو مغبون يخفى الصوت بهدار، عطشان انا بلد طلعيني شوي ماء. جابت المايو شرب منه وقف محتار، قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت الجنان، جنك جليل وشوفتك يا شهم انهار، لهلك دروح القمر غرب والنجم قبل ما يظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل، ما عندك بهالبلد عزوة لا رجاجيل. قالها غريب ولا أهل عندي ولا دم. قالت ولك في وين؟ قالها في المدينة. نار تحلي والدهر جاير علينا، مسلم انا وعمي عن اللي يذكرونا، مخذول ونسيت ببلدكم مال ينصح. لما علمت طوعة ان هذا مسلم سكت بوجهها ونادت وخجلتا منك يا مسلم، خذلك أهل الكوفة يقل ريو عين مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وعمام بغير ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقر. لك أن تضيفيني سواد هذه الليلة على الرحب والسعة؟ أضافت هذه المرأة الطائرة في دارها، هي ليلة واحدة، ساعات جلس مسلم بعد هذه الساعات، وإذا بمسلم قد وضع في الحفيرة. صح ونادي ومسلمة، وإذا بطوعة على سطح دارها تنادي ومسلمة، طاعتنا
ينادي على السطح وش هالكسيرة ليتك تشوف تصار يا شيخ العشيرة بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة قادوا مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحمه هذا ابن اخو الكرار حيدر لا تسحبه خلوه يمشي براحة قلبي شعب خافوا من الله مالكم مذهب ولادي نادي يا مسلم وعظمها خجلتي في شبيدي وانا حرمة وضعيفة ولا اقدر احمي له الدواء قلبي لفت قلبي وداويك جان سلمت من كيد ومسلم على حسين قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام اوصيت جان بهالبلد مسلم يبلغكم سلامه واجرج على الله والنبي سيد الكون كأني بطوعة استفسر من مسلم ومتى يعودون الى الكوفة اقل هجيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة شوفين وياهم علي يرفل بقيت اجرج على الله والنبي سيد الكون قتلوه ثم رموه من اعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو جديد يا الله